أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية الإخبارية على إكسترا نيوز. لا زالت الانتصارات التي يحققها الجيش السوري ضد المجموعات الإرهابية في مدينة إدلب تتواصل بشكل متتالي، حيث حقق الجيش السوري تقدما كبيرا في المدينة التي كانت تسيطر عليها العناصر الإرهابية، ودخلت المقاتلات الروسية على خط المعارك المحتدمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعدما اخترقت فصائل مسلحة دفاعات الجيش السوري في المحافظة التي شهدت هجوم شارك فيه الجيش التركي. إذا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية ضد متشددين اخترقوا دفاعات الحكومة السورية في منطقتين بإدلب. وقالت الخارجية الروسية إنه على أنقرة تجنب أي تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب، حيث كانت تركيا قد نقلت آلاف الجنود إلى مدينة إدلب في إطار تحركاتها لوقف تقدم الجيش السوري. على كل حال، الحديث عن تصاعد حدة المواجهات في إدلب بين الجيش السوري والميليشيات المدعومة من تركيا، فضلا عن كشف أسلحة تم تحويلها من قطر إلى سوريا، تنضم إلينا الآن في استوديو إكسترا نيوز السيدة هند الضاوي المتخصصة في الشؤون العربية. أستاذة هند، أرحب بك معنا. أهلا بحضرتك. دعيني أبدأ معك بالتحرك الميداني للجيش السوري في سوريا وتقدمه تحديدا في إدلب. كيف تري تقدمات الجيش السوري؟ تفضل. يعني الجيش السوري من البداية كان يعني ينتظر يعني تحرير معظم المناطق الداخلية في سوريا، وكان وقتها يتم التفاوض من خلال أستانا لنقل المجموعة الإرهابية المتبقية في المناطق الغوطة الشرقية، دير الزور، الميادين، خان شيخون وغيرها، إلى إدلب بصفتها المكان الذي حدده أردوغان بالاتفاق مع روسيا ومع إيران يكون المحطة النهائية في الحرب إلى سوريا. وبالتالي مدينة إدلب لا يمكن النظر إليها ولا أنها مدينة عادية، هي تجمع ما بين 80 ألف إلى 100 ألف إرهابي مقاتل تم تدريبه على أعلى مستوى. وهنا لابد من الإشارة أن ليس جميع المقاتلين الموجودين الإرهابيين في إدلب هم عرب أو سوريين، في عدد كبير منهم أجانب، في عدد كبير جدا منهم أسيويين من المدن أو الدول المحازية لروسيا الاتحادية، وأيضا في منها الإيغور. وبالتالي وصلنا إلى المحطة الأخيرة في الإرهاب داخل سوريا، والتي كان يعول عليها أردوغان لتكون البديل عن مشروعه، أو يعني نقطة الارتكاز الرئيسية لمشروعه في الشمال السوري بشكل عام. نتحدث عن إدلب أم منطقة أخرى؟ إدلب. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يتوقع أن من خلال اتفاقيات أستانا وسوتشي، هذه الاتفاقيات نصت في النهاية على أن تتولى تركيا مهمة فصل الإرهابيين اللي هم النصرة، التي تحولت بعد ذلك لجبهة تحرير الشام ومعها باقي الفصائل الإرهابية، عن المدنيين والمعارضة الغير مسلحة، حتى يتمكن الجيش السوري من الدخول إلى مناطق الإرهابيين والقضاء عليهم دون الإضرار بالمدنيين. ولكن الاتفاقيات لم تلتزم بها تركيا، دفع الجيش السوري للتقدم نحو هذه المدينة، مع العلم أن الجيش السوري لا يريد الآن الدخول إلى إدلب لسببين. أولا، حماية المدنيين السوريين الموجودين في إدلب، لأنه يعلم أن الجبهات أو الفصائل الإرهابية ستأخذ منهم دروع بشرية لتسويق أمام العالم أن الجيش السوري يقتل المدنيين، بالإضافة إلى أنه سيتم استهداف البنية التحتية في إدلب من قبل تركيا ومن قبل الفصائل الإرهابية، وهذا ما لا يريده الدولة السورية، يعني كما حدث في حلب سابقا ودمروا البنية التحتية. ولكن ماذا يفعل الجيش السوري الآن؟ هو يريد تطويق إدلب، يعني من معرة النعمان إلى نيرب إلى سراقب وغيرها، حتى يقطع خط الإمداد من الشمال السوري إلى إدلب، وبالتالي يوقف الدعم اللوجستي التي تقدمه تركيا إلى هذه الجماعات لتمكنها من الاستمرار. وهذا ما لا تريد تركيا، لأن إذا نجح الجيش السوري، هو بالفعل نجح في خط في فتح خط M5 وكل المدن اللي هي تربط دمشق، M5 يربط دمشق بحلب. الخط الثاني التي يتحرك نحو الان الجيش السوري هو M4، وهو يربط حلب باللاذقيه، يعني ربط الشمال الشرق السوري بوسط سوريا بالغرب السوري، وبالتالي اصبحت المفاصل الدوله كلها تحت سيطره الجيش العربي السوري، وهذا لا يريد اردوغان. فبالتالي هو بعد ان فشل في التعويل على الارهابيين في وقف تقدم
تقدم الجيش السوري، دخل يعني بشكل مباشر أمس يعني دفع بالمدفعية الثقيلة التركية والإمدادات العسكرية لمناصرة الإرهابيين، ولكن هذا الأمر أعتقد أنه لن يستمر ولن يتطور الأمر كما أعتقد أو كما أرى إلى حرب مباشرة بشكل كبير، ليس فقط اشتباكات أو متقطعة، حرب مباشرة بين الجيش السوري وبين الجيش التركي لعدة أسباب، منها أن إيران وروسيا لديهم علاقات اقتصادية هامة جدا مع الجانب التركي، بالإضافة إلى أنهم حلفاء أساسيين ورئيسيين مع سوريا، ولكن هي مرحلة تكسير عظام حتى يتم التفاوض على شكل أكبر تسعى إليه تركيا الآن، وهو تفاوض جديد بعيدا عن سوتشي وأستانا، ولكن أعلنها الرئيس بشار الأسد أنه مستمر في التحرير كافة الأراضي السورية، وأن المسألة فقط مسألة وقت، وأيضا قال بشكل صادق جدا أن الحرب لن تنتهي، ولكن الأهم من إدلب هي عودة حلب كاملة لسيطرة الدولة السورية، لأن الحرب قامت من أجل حلب، يعني أحد أهم الأسباب الرئيسية كانت حلب تايوان الشرقية. فيما يتعلق بتقدم الجيش الوطني السوري في هذه المناطق، وأصبحت الآن إدلب يعني هي مرتع الجماعات الإرهابية كما تفضلت بذكر أستاذة هند، السؤال الآن إلى أي مدى سيكون هناك استراتيجية مغيرة لتركيا في سوريا؟ هي بالفعل يعني الاستراتيجية التركية لو عدنا إلى عام 2011 وقبل ذلك، يعني كانت تركيا حليف أو صديق مقرب جدا من الدولة السورية، وكان هناك علاقات خاصة بين الرئيس بشار الأسد وما بين تركيا، وأيضا ما بين بشار الأسد وما بين قطر، ولكن هذا يعني التناغم كان تحديدا قبل منذ عام 2014 حين زار الرئيس بشار الأسد تركيا لأول مرة، وهو بعد غزو أو بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، هو تقرب من الرئيس التركي وقتها لعدة أسباب أو معادلات أساسية، لأن كانت سوريا في هذا الوقت الحليف القوي للسوفيات سابقا وروسيا بوتين حاليا في الشرق الأوسط، وكان أردوغان حليف إسرائيل من جانب وحليف الاتحاد الأوروبي والناتو من جانب، فبالتالي سعت سوريا أن تستفيد في يعني عدل الميزان القوى في المنطقة حتى لا تكون الدولة الثانية بعد العراق، ومن هنا بدأت علاقات انفتاح اقتصادي، وصلت في عام 2007 إلى اتفاقية التبادل الحر، ولكن إذا قرأنا وهذا أريد يعني أن حتى وسائل الإعلام المصرية تأتي بهذا الكتاب وتعرضه، العمق الاستراتيجي لأحمد داود أوغلو، هو يقول في زيارته إلى الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011 منذ بدء الاحتجاجات، زار أحمد داود أوغلو منظر النظام السياسي التركي، هو أهم من أردوغان في وضع الاستراتيجيات، لأن أحمد داود أوغلو هو من وضع نظام أو استراتيجية الشرق الأوسط الجديد، وقال ودلل أمام وسائل الإعلام الغربية أن كما لبريطانيا كومنولث، لماذا لا يكون هناك لتركيا، أن تركيا تكون هي المسؤولة أو يعني صانعة الاستراتيجيات لكل الدول التي كانت تتبع الدولة العثمانية سابقا، وبالتالي ذهب إليه وقال له أنه يمكن أن يتغلب عن موجة الاحتجاجات الحالية بإدخال الإسلام السياسي للحكم على يعني منوال ما يحدث في مصر، أن كما مصر سعى يعني سمحت بتشكيل حزب العدالة والتنمية للإخوان المسلمين، تسمح سوريا بهذا الأمر في عام 2011 ويشارك الإسلام السياسي، وهذا كان له أهداف، يعلم الرئيس بشار الأسد أنها كانت تريد إدخال الإسلام السياسي في الحكم حتى من خلال الضغط في الاحتجاجات يكون هو يتولى قيادة البلاد، ولكن قال بشار الأسد وقتها أنه لن يسمح بدخول الإرهابيين المتأسلمين إلى الحكم، وأنه يتعامل مع تركيا، حتى قال له أحمد داود أوغلو وقتها نريد أن نحتفظ بصورة بشار الأسد التي رأيناها في حلب تحديدا، وهذا يؤكد أن أهم ما كان يسعى إليه الرئيس التركي ونظيره أو يعني صديقه الحميم وقتها أحمد داود أوغلو هي حلب، لأنها كانت قلعة اقتصادية رهيبة، قال له نريد أن نحتفظ بصورتك في حلب، لأن الرئيس السوري بشار الأسد يمتلك علاقات قوية جدا مع يعني شعب السوري في حلب ومع يعني اصحاب المعامل والقلاع الصناعيه، وكان يزور حلب ويعني يقضي فيها معظم اوقاته، وبالمناسبه حلب كلها سنه يعني الاجمالي فيها سنه، وكان دعمهم دعم كبير جدا لبناء القلعه الصناعيه، وكان يعني يتمتع بحوافز كبيره جدا، ولكن قال وقتها بشار الاسد انه يريد ان يحفظ صورته في الداخل ولا يفرق معه ما يحدث في الخارج. الفكره لماذا دخلت تركيا الى سوريا؟ هذا هو الاهم.
في انتهاء الدولة العثمانية كان هناك يعني تقسيم الاستراتيجية أو حدود الجغرافيا للمنطقة العربية، ومنها الدولة العثمانية التي تحولت إلى تركيا. كانت تركيا قامت بعمل استراتيجية تسمى وقتها الميثاق الملي. نعم أستاذة هند، حتى يفهم من يتابعنا، يعني دعينا نتحدث هنا عن أعوام. تحدثت في البداية أن كان هناك صداقة حميمة بين سوريا وتركيا وكانوا حليفان، أي أعوام نتحدث هنا؟ من 2004. نعم 2004 حتى في عهد أردوغان أم عبد الله جول؟ لا بدأت في عهد عبد الله جولان، ولكن أردوغان العلاقات بدأت مع حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان وقتها، وبقيادة أصلا مناظر العلاقات أحمد داود أغلو. لكن تاريخيا لم يكن في وفاق أبدا ما بين الدولة السورية وما بين الدولة التركية، وبالتالي كانت هذه الفترة هي فترة يعني نشاز في تاريخ العلاقات، لأن تركيا يعني تاريخيا من الدولة العثمانية كل الغزوات التي دخلت إلى تركيا والفتوحات الإسلامية دخلت من سوريا، وفي المقابل كل الأخطار التي تعرضت لها سوريا يعني على مر العصور جاءت من تركيا، وبالتالي صحيح. كان هناك صدام، بالإضافة إلى أن تركيا في فترة معينة كانت تريد أن تنشئ يعني مشاريع مائية تسمى مشاريع دجلة والفرات، وهي 21 سد مائي لتوليد أو لتوليد الكهرباء من 17 محطة كهربائية في دجلة والفرات اللي هو شمال الشرق حاليا. هذا كان سيؤثر على سوريا بشكل كبير، المشاريع المائية، وكانت مدعومة أمريكيا وقتها ب 52 مليار دولار، فهذا أدى إلى تصعيد كبير بين العلاقات السورية والتركية. في المقابل ذهبت سوريا إلى دعم اليونان في مشاكلها مع تركيا، وأيضا دعم الحزب العمال الكردستاني. هذه تاريخيا العلاقات ما بين سوريا وتركيا لم تكن يوما على وفاق، ولكن الذي يعني غير هذا المسار كان الرئيس بشار الأسد بعد وفاة والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبدأت علاقات تجارية واستراتيجية وانفتاح اقتصادي مع يعني تركيا. هذا بالطبع يعني أدى لتدمير الاقتصاد التركي. وأتذكر لأن أنا زرت البلدين يعني قبل الصراع، تركيا قبل الصراع ولكن سوريا غطتها في الحرب، كان هناك يعني عنوان بارز جدا في من يروح يعني يقوم بجولة شراء في سوريا، وهذا تم يعني كشفه مؤخرا، أنك حين تشترين السلعة التركية من تركيا تكون أضعاف السعر التي تشتريه من سوريا، وهذا كان يثير تساؤل لكل من يذهب إلى البلدين. ولكن اكتشفوا دولة وزارة الصناعة السورية في عام 2015، وهذا أبلغني به وقتها وزير الصناعة، أن تركيا كانت تريد تدمير صناعة حلب السورية، وكانت تضخ المنتجات التركية بأسعار أقل كثير من تكلفتها، وكان يغطي هذا الفارق الدولة القطرية لتدمير الصناعة السورية. إذن يعني سوريا كانت حلم تركيا منذ قديم، منذ دولة العثمانية الميثاق الملي، يعني ذلك أن كانت تركيا تسعى إلى أن تسيطر من الموصل في العراق حتى الشمال السوري في حلب، وبالتالي حتى مصانع حلب نجد أنها لم يتم تدميرها كما تم تصويره في الإعلام، ولكن فككت على يد مختصين وانتقلت جميعها إلى الدولة التركية. طيب أستاذ هند، دعيني أتحدث عن شق آخر وهو الشق التركي الروسي تحديدا. يعني ربما تحدثت هنا عن تقدم الجيش الوطني السوري ومحاولة يعني إحاطة إدلب إذا صح القول وحصر تركيا في هذا الجانب، ماذا عن روسيا تحديدا؟ يعني أصبح هناك توتر للعلاقات التركية الروسية، إلى أي مدى ذلك ينعكس على الداخل السوري؟ أقول لك أن الحرب على سوريا كانت بسبب روسيا، يعني تركيا وقطر تعاون في الحرب على سوريا بسبب يعني نقطة هامة أو ملف هام جدا، وهو أن كانت قطر وتركيا ومعهم بعض الدول الأوروبية ومعهم أمريكا بدعم مطلق قبل دونالد ترامب، كانوا يريدون إيصال الغاز القطري من قطر إلى السعودية إلى الكويت إلى الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، ومن سوريا إلى تركيا لإيصاله إلى أوروبا، لأن كانت يعني قبل المرحلة الحالية وقبل دخول روسيا في الحرب السورية. هذا كان في 2009. هذا كان قبل 2009 حتى، يعني هذا المشروع هو مشروع غربي بحت حتى لا يسيطر الغاز الروسي. نعم، الإيضاح يعني ده طبعا فيما يتعلق بصفقة الغاز والنفط كان بتقديم عرض لبشار الأسد في 2009 ورفض هذا العرض. ولكن هي المشروع قديم، كانت هناك يعني كان هناك توجه دولي ان لا تسيطر روسيا على الدول، هي تقدم روسيا تقدم الغاز بتاعها الى اوروبا الشرقيه، ولكن وصل الامر الى بلجيكا والى المانيا. المشروع التي يعني افعله الان اردوغان مع روسيا اللي هو السيل الشمالي، ولكن وقتها كان السيل الجنوبي يصل من قطر الى هذه الدول، ولكن رفض بشار الأسد حفاظا على حليفه الروسي، لانه كان يعلم ان الهدف من المشروع تقويض النفوذ الروسي في اسيا
وفي أوروبا، وبالتالي رفض، بالإضافة إلى أنه اتخذ بعض القرارات مع خلاف مع فرنسا، وهي طرد شركة توتال وغيرها من الشركات وحل مكانها غاز بروم وغيرها من الشركات الروسية. هذا كان السبب الرئيسي الذي جعل تركيا تفكر اقتصاديا من أسباب الحرب الاقتصادية في الانتقام من بشار الأسد، بالإضافة إلى أن من زاد الطين بلة أن الرئيس بشار الأسد في هذا التوقيت وافق ومضى على مشروع الصين اللي هو حزام واحد وطريق واحد، وهذا طبعا كان مخالف لنظرية أو وجهة نظر الدول الأوروبية. يعني أن الأزمة في سوريا كانت يعني مجموعة التقاء مشاريع، مشروع أوروبي، مشروع أمريكي، مشروع الإسلام السياسي التركي، وهو الأصغر، هو أحد الأدوات على فكرة وليس هو المشروع الرئيسي. وبالتالي روسيا دخلت يعني الحرب دفاعا عن حليفها الذي ضحى ببلادي من أجل حماية نفوذها، ولكن في خلال هذه المرحلة نجحت روسيا في يعني ترويج أو ترويد الرئيس أردوغان من خلال بعض المصالح الاقتصادية، واستطاعت أن تسلب أمريكا حليفها الأقوى في منطقة الشرق الأوسط من خلال عقد بعض الصفقات بدأت فعليا قبل عام 2015. كان العنوان الأبرز في سوريا هو قطر، وبالتالي نجد أن حتى لما كان هناك يعني تم إلقاء أو تم خطف مجموعة راهبات معلولة، من تدخل وأفرج عنهم هي قطر وليس تركيا مع الإرهابيين. وبالتالي مع تراجع النفوذ القطري بعض الشيء، دخلت تركيا وروسيا وذهبوا إلى أستانا كبديل عن جنيف، ونجح الروسي بتحقيق مكاسب بالفعل ومع تركيا. ولكن هذا المكاسب التي حققت للجانب الروسي، أولا تحرير معظم الأراضي السورية يعني الغوطة الشرقية وغيرها، كنا نصل لمرحلة أن الإرهابي يقاتل لأنه يعني يعلم أنه إذا لم يقاتل سيقتل، يعني سينتهي الأمر. وبالتالي كان في هذا التوقيت حتى يعني لتوفير الوقت والجهد والدماء وغيرها، كان يتدخل التركي مع الإرهابيين بصفته هو وكيلهم في أستانا وفي سوتشي، ويقوم بنقلهم أو إقناعهم بتسليم أسلحتهم الثقيلة ونقلهم من هذه الأماكن إلى إدلب كما وصلنا إلى النهاية. وبالتالي هو كان الوكيل الرسمي والفعلي للإرهابيين، استطاعت روسيا الضغط عليه ويعني إقناعه بعدد من الملفات داخل سوريا. ولكن في النهاية وصلنا لمرحلة لابد أن لروسيا أن تختار، أما أن تسير على استراتيجية سوريا وتحرير كامل الأراضي السورية، أم أنها تذهب إلى أردوغان لتحقيق مصالح اقتصادية. وأعتقد أن الرد الروسي كان حازما في هذا الأمر، أنه يعني كان اتفاقه مع تركيا دائما على أنه لا بديل عن مكافحة الإرهاب، لا بديل عن القضاء، لا بديل عن سيادة سوريا أو عودة السيادة السورية على كامل أراضيها. ومن هنا وجدنا الاختلاف، بالإضافة إلى أن روسيا وتركيا ليسوا حلفاء، هم يعني الآن شركاء اقتصاد أو مصالح، ولكن سوريا هي حليف استراتيجي قوي. تركيا تاريخها مليء بالحروب مع روسيا، مشاريعهم متنافرة في عدد من المناطق، سواء كان في آسيا الوسطى، في قزوين، في غيرها من المناطق، بينما سوريا هي في النهاية حليف. هنا نصل إلى نقطة يعني النهاية. أعتقد أن حتى رغم الخلاف والتصريحات العلنية الآن، لأن امبارح يعني أمس روسيا لأول مرة يعني تتهم أردوغان بدعم الإرهاب مباشرة، يعني وقال كان هناك بالفعل تصريح شديد اللهجة للجانب التركي، وكان هناك تصريحات أشبه بتهديدات أنه إذا استمرت تركيا فيما تقوم به في إدلب تحديدا سيكون هناك رد عنيف من الجانب الروسي، وهذا ما فعل بالأمس. يعني أمس من صد الهجوم الذي شنته تركيا مباشرة بالمدفعية الثقيلة من خلال الإرهابيين وبوجود ضباطها في ريف إدلب، كانت روسيا بشكل مباشر، هذا أول اشتباك مباشر بالمناسبة، ودفعت بطائرات سو 35 وقضت على الإرهابيين في هذه المنطقة. يعني احنا وصلنا لنقطة يعني اشتباك مباشر بين روسيا وبين تركيا. ولكن يعني تركيا أعتقد أنها تعول على مساعدة حلف الناتو إذا دخلت في حرب بالوكالة مع روسيا، هذا أستبعده لأن حلف الناتو قال كلمته في هذه المرحلة أن المادة الخامسة من يعني وثيقة حلف الناتو تقول أنه يتدخل للدفاع عن تركيا في حالة أن تتعرض لعدوان، ليس هي من تقوم بالاعتداء. نعم، يعني حلف الناتو تضرر من التدخلات التركية في المنطقة أستاذ هند. يعني حتى نكون صادقين، هناك دول أوروبية هي من تقف وراء أردوغان، وهي من دفعت به للتدخل حتى في ليبيا مؤخرا ضد مصر. أعتقد أن ليس كل الاتحاد الأوروبي، هناك دول صادقة في التعامل مع أردوغان وترفض مشاريع الإسلام السياسي كوكيل أو كأداة، ليس فقط أن هي يعني تريد تمكين الإسلام السياسي من أجل عيون الإسلام السياسي، هو فقط أداة لبسط الهيمنة الغربية لبعض الدول. ولكن في النهاية أعتقد أن دونالد ترامب، لو كان هناك رئيس آخر غير دونالد ترامب في البيت الأبيض لكان دعم أردوغان بشكل مطلق الآن في حربه مع روسيا، ولكن دونالد ترامب يريد أن يعاقب أردوغان على الخروج من بيت الطاعة الأمريكية من خلال صفقة الصواريخ S-400، وكذلك أيضا التعاون الإقليمي
الاقتصادي والسيل الشمالي الذي أوصل الغاز الروسي، وهذا هو المشروع الأساسي التي ساعد الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة روسيا من خلال تركيا. وبالتالي أعتقد فكرة التلاعب على المحاور الكبرى أو على المصالح مع الدول الكبرى لن يصب في مصلحة أردوغان. صحيح. والاتحاد الأوروبي لن ينسى لأردوغان أنه هدده مرارا وتكرارا باللاجئين، وبالتالي نجد أن هناك دول أوروبية تتمنى زوال أردوغان وليس النظام حزب العدالة والتنمية. أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معي في هذه الفقرة أستاذة هند الضوي المتخصصة في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا نذهب مع حضراتكم إلى فاصل قصير، وعلى رأس الساعة ألقاكم من جديد ولكن في موجز لأهم وآخر الأنباء. ابقوا برفقتي.